بصوت واحد نقول ملكنا العزيز والغالي، أي استفزاز أو إساءة لا تزيدنا إلا تعلقا بالعرش العلوي المجيد، الله، الوطن، الملك. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. خير من نفتتح به جلستنا آتيه، واستنكارنا هذا هو كلمات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. المؤامرات الجزائرية في تعاطيها بأسلوب وقح وقدر مع قضايا المغرب بما فيها قضية الصحراء المغربية التي اعترفت بها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال رئيسها السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على صحرائه، وكذلك الملك نصره الله كرمز للمغرب والمغاربة. نصدر هذا البلاغ وهذا البيان نحن كممثلي قطاع سيارة أجرة الكبيرة بإقليم صفرو، ومهني سيارة أجرة الكبيرة بفاس كتنسيقية جهوية، تنديدا بهذا السلوك الوقح الذي بثته قناة الشروق الرسمية الجزائرية لملك المغرب نصره الله، وإذ نعبر عن أسفنا لمستوى اللا أخلاقي الذي وصلت إليه هذه القناة في التعاطي مع شخص الملك الذي يحظى باحترام والتقدير والولاء داخل المغرب وخارجه. غضب عارم وتنديد في المغرب بعدما بثت قناة جزائرية مضمونا مسيئا للملك محمد السادس نصره الله وأيده. وبهذا الصدد نظمت الجامعة الديمقراطية للنقل الوطني والدولي صبيحة يوم الثلاثاء 16 من فبراير 2021 وقفة استنكارية لما قامت به القناة الجزائرية. معكم هشام البن عيسي الكاتب المحلي للجامعة الديمقراطية للنقل الوطني والدولي لمهني سيارة الأجرة الكبيرة صفرو والمنسق الإقليمي. حنا كان هذا النهار درنا هذا البلاغ السنكاري لمجموعة ديال المنابر الإعلامية الجزائرية التابعة للمخابرات الجزائرية على التهجم ديالها لسيدنا الله ينصرو، وعلى هذه العرقلة ديالها اللي كتحاول ما يمكن كل ما كان تقدم في الدبلوماسية الملكية على الصعيد الدولي كتحاول تدير مجموعة ديال العراقيل. وحنا كمواطن كشعب مغربي وكمواطنين وكمهنيين قطاع سيارة الأجرة نندد ونستنكر هذه التصرفات الأخلاقية وهذا الأسلوب الوقح من طرف هذه المنابر الإعلامية. حقيقة أن الشعب الجزائري أخانا وخوتنا وأصدقائنا، ولكن كيسيرهم النظام العسكري والمخابرات اللي كتحاول كما ذكرت تعرقل المسار الدبلوماسي ديال صاحب الجلاله اللي حقق نتائج مهمه وكتمثل في الاعتراف ديال الولايات المتحده الامريكيه برئيسها السابق دونالد ترامب. وكذلك غيتم النقاش في مجلس الامن والجمعيه العامه للامم المتحده. إذن فهناك انتصار كبير حققه جلالة الملك ودبلوماسية ناجحة. هاد الناس هادو كتجيهم الغيرة من هاد الشيء، ما قادرينش ما واعيينش، كيحاولوا يعرقلوا لنا المسار ديالنا، وحنا جلود مجندين وراء جلالة الملك نصره الله وكشعب واحد حتى تكتمل الوحدة الترابية
وعاش الملك وشكرا وشكرا جزيلا. عاش الملك. كم يعني سيارة الأجرة بمدينة صفروك؟ كنكرو هذا الإعلام ديال الشقوق، الشقوق لأن كنحسبوا أنا شقوق هذا ماشي الشروق، لأن ليانس ليان سيدنا سيدنا خط أحمر. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. وحنا ديما وراء جنود متجندين وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وأيده وراء العاش الأسرة العلوية. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك. وحنا ديما الله ينصر سيدنا ديما حنا يا واقفين جنبه ونبقاو ديما واقفين جنبه، ولو اقتضى الحال حتى بالقرطاس، حتى بالأرواح ديالنا، حتى بالأولاد ديالنا، حتى بالدماء ديالنا. الله ينصر سيدنا. عاش الملك، عاش الملك، عاش الملك.